شاب خالد، اهلا بيك في القاهره في بلدك الثانيه وفي ضيافه الفنان عمرو دياب. كنا عايزين نعرف منك وجودك النهارده وفي المؤتمر الصحفي والدعوه اللي دعاك ليها الفنان عمرو دياب، دي بتحمل معاني ايه جواك؟ يعني دعوه شكرا على كل حال ومساء الخير. انا جيت يعني اللي شوف عمرو دياب اللي نتكلم نتفسح للفن المغربي، المغرب العربي مع الفن المصري، يعني باش نعملوا تزاوج باش يصبح عندنا يعني جمهور يعني اخر، يعني باش نحاول نعرف موسيقتنا عالميا. بالنسبه لي انا معروف عالميا بالنسبه للاوروبيين والاجنبيين، وعمرو دياب معروف كثير في بلاد العرب، يعني هو يفتح لي الباب من بلاد بالنسبه لبلاد العرب وانا نفتح له الباب بالنسبه للاجنبيين. يعني مصلحه مزدوجه ان انت عايز تؤكد نفسك داخل مصر والدول العربيه، وعمرو دياب هيستفيد منك انه يفتح اسواق جديده عالميا وبيؤكد نفسه عالميا. نقول المشروع ده انت درسته ولا لسه هتبدا تدرسه؟ لا يعني حددت عاد ندرس انا وياه، يعني مازال ما حكيناش من ليله البارح، جيت البارح في الليل واليوم عندنا ساعتين او ثلاث اسواع اللي باش ندردش فيه ونسمعوا المشروع ونسمعوا الموسيقى، هل ممكن تصلح لنا بالاثنين او لا تصلح بنا، او انا نخدم الموسيقى او هو يخدم الموسيقى، يعني على كل حال ما عارفش واش نقول الان، يعني ما يعني المشروع مازال ما تمش ومازال ما حكيناش ومازال ما سمعناش. يعني دي اول تجربه دويتو لي؟ اول تجربه. ايوه. نقول هتكون من تلحينك ايضا ولا الغناء فقط انت وعمر؟ ان شاء الله هيكون غير غناء، انا وعمر غير غناء، وحابين شخص اخر اللي يعمل توزيعات او تلحين. هتتغنى الاغنيه دي بكم لغه ولا هي لغه عربيه واحده؟ لا، هي لغه، هي بالاصل لغه عربيه واحده. وليله البارح مع اللي سهرنا مع بعضنا اعطيته يعني ايدي، اللي قلت له يعني ليش ما نغنوش باللهجات اخرى، يعني انا ما نتكلم انجليزي، هو قادر يتكلم انجليزي وانا نتكلم فرنساوي، يعني باش ناس واحد اخرين يعني يفهموا واش نهضروا، يعني واش نقولوا. عامة احنا بنقول لك الف مبروك، ويا ريت المشروع ما يبقاش بس مؤتمر صحفي وصور، يبدا فعلا وما ياخدش وقت، يعني نشوفه السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك جدا والف. احنا نقولوا فمك الربي. ان شاء الله.